مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم الى صدى الاسبوع. في الضالع ترقب لعودة المنشآت الرياضية والتعليمية. حضرموت تفتقد السياحة بسبب الاوضاع وامال بعودتها. نفق الحرية في المكابر ينهار ومناشدات لإصلاحه. في أبين جمعية خيرية تتعرض للسرقة وتحرم المحتاجين من المساعدة. أمبريحة القرية المنسية في لحج، ما قصتها؟ أهالي يافع يفتتحون طريق العسكرية. عبد الله معاق يمتلك سرويس ويأمل بتأسيس أسرة. فتاة يمنية تتقن فنون القتال وتدرب الفتيات عليها. أهلا بكم إلى التفاصيل، ونبدأ صدى الأسبوع من الضالع، حيث يأمل الشباب والرياضيون بعودة المنشآت الرياضية والتعليمية للخدمة بعد تعرضها للتدمير. من هذه المنشآت نادي النصر الذي توقفت أغلب أنشطته، بالإضافة إلى عشرات المنشآت التعليمية هناك. دمار كبير طال المنشآت التعليمية بمحافظة الضالع، والضحية الآلاف من الطلاب الذين تعرضت الكثير من مدارسهم إلى تدمير أجبرهم على البحث عن مدارس أخرى، والبعض منهم ترك التعليم. وما هذه المدرسة المدمرة إلا واحدة من بين عشرات المدارس التي امتدت لها يد الحرب ولم تجدوا من يعيد ترميمها أو بنائها. من أبرز المدارس اللي دمرت ثانوية الحمزة مجمع السعيد، اللي تعرض للضرب وانتهى تماما، وهذا المكان اللي احنا جالسين فيه الآن اللي يعتبر جزء من ثانوية أبو عشيم الذي كان يدرس فيها ويتخرج منها كل الكوادر الذي يقود البلد الآن، كل معظمهم تخرجوا من هذه المدرسة. فمدرسة أبو عشيم ومدرسة الحمزة ومجمع السعيد ثلاث مدارس داخل هذه المديرية لم تتعرض لأي نظرة من المنظمات أو من الجهات الحكومية أو من غيرها في الترميم. وضع متدهور في ثانوية أبو عشيم التي أصبحت المكان البديل للطلاب من مختلف المناطق بالمحافظة بعد أن تدمرت ثانوية الحمزة، حيث تفتقر القاعات الدراسية إلى أبسط المقومات، ناهيك عن مشاكل كثيرة يواجهها القائمون على هذه المدرسة والتي لم تجد إلى الآن آذانا صاغية. السقوف مشققة الآن، إذا نزلت إلى الشعب الدراسية خلال أمس الأمطار قليلة، لكن تلاحظ إن لا زالت يعني قطرات الماء تسقط من السقوف بسبب عدم ترميم. لم يلتفت هناك أي جهات، رغم أننا كثيرا ما تكلمنا في الأماكن العامة، ولكن كلما جاءت منظمة أو هذه لن ترد. نقص عدد القاعات التعليمية، فأصبحنا الآن تجد في الشعبة الواحدة أكثر من 75 طالب، يعني لدرجة أن الأستاذ لا يستطيع أن يوصل المعلومات. ولا الشيء الثاني أن بسبب التدمير معظم الكتب اللي كانت معنا حرقت، وأصبح الطالب بدون كتاب مدرسي. ايضا لا يوجد لدينا قاعات زي المقاصف زي المكتبة المختبرات، كلها دمرت. اصبح المدرسة مجرد بعض الشعاب خالية من النوافذ والابواب يدرس فيها الطلاب في ايام البرد، نضطر الى اعطائهم اجازة. الدمار هو العامل المشترك بين المنشآت الرياضية والتعليمية، والشباب هم الفئة الاكثر تضررا. ومن بين ابرز المنشآت الرياضية المدمرة بمحافظة الضالع نادي النصر الرياضي الذي يعتبر من أقدم الأندية بالمحافظة، حيث تضرر بنسبة كبيرة، ولولا الجهود الفردية المبذولة لاندثرت الرياضة في المحافظة وأصبحت في خبر كان. تدمرت معظم المنشآت الرياضية، منها المحلية التي كانت غير التنفيذ، ومنها المشاريع المحلية للأندية،
ومقرات الأندية ومنها المشاريع المركزية. المشاريع المركزية التي تضررت منها الصالة الرياضية في حكولة، ومنها المدرجات الشرقية للملعب المركزي. بالنسبة للمشاريع المركزية، إلى جانب التضرر الكبير نتيجة الحرب كان هناك إهمال كبير لها. يكفي أنك تعلم أن الملعب المركزي أقر إنشاءه في عام 2001، وبنيت كمرحلة أولى المدرجات الشرقية له، وإلى الآن ونحن داخلين في 2021 لم يستكمل المرحلة الثانية من هذا المشروع الذي كنا نأمل محافظة ضالع شبابه أن نراه حيز التنفيذ. المنشآت الرياضية التي سلمت من التدمير لم تسلم من الإهمال، كما هو الحال مع هذه الصالة الرياضية التي تعتبر من أكبر الصالات الرياضية المغلقة في اليمن، ولسوء الحظ لم تجد جهة حكومية مختصة تهتم بها، كونها تمثل صرحا رياضيا عملاقا لا يكفيها جهود مكتب الشباب بالمحافظة، بل يجب أن تتضافر معها جهود وزارة الشباب والرياضة للارتقاء بواقع الرياضة في محافظة الضالع. أما في حضرموت فيشكو القائمون على السياحة وأصحاب المنشآت السياحية من فقدان العمل السياحي، خاصة في شبام المشهورة بقيمتها السياحية في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد. تعتبر مدينة شبام التاريخية بمحافظة حضرموت واجهة وقبلة للسياحة الأجنبية والعربية في سنوات ماضية، ولكن مع دخول البلاد في الأزمات والحروب تراجعت السياحة الخارجية بشكل كبير، وفقد أرباب المهن الحرفية أعمالهم. شبام تعتبر قبلة للزوار أجانب وعرب ومحليين، تأثر عدد الزيارات لمدينة شبام التاريخية العام من يناير إلى ديسمبر 2020 بسبب جائحة كورونا، حيث زار المدينة من يناير إلى ديسمبر حوالي 2100 طالب جامعي من مختلف محافظات الجمهورية، ويعتبر هذا مقارنة بالأعوام الماضية عدد قليل محزور. أما السياحة الأجنبية فهي في غياب تام يعني من 8 سنوات، إلا فيما ندر يعني السياحة العربية. عاطف السعدي من أبناء مدينة شبام، واحدا من عشرات الحرفيين، اضطر للبحث عن أعمال أخرى بعدما فقد عمله الرئيسي الذي يعتمد عليه بشكل كلي، وبعدما كان يعتبره مصدرا لدخله الوحيد. يأتي هذا بعدما كانت السياحة قد ازدهرت في سنوات ماضية وشهدت الآن تراجعا بشكل مخيف عما كانت عليه في السابق. أعمل في حرفة النحت، وعضو أيضا في جمعية الحرفة التراثية بشبام. انقطعت السياحة بعد 2011 أظنها أو 2012، واضطرنا إلى البحث عن أشغال ثانية مثلا النوب، ولا واضطرنا إلى السفر أيضا، لكن إن شاء الله في أمل عندنا أنها ترجع السياحة. السلطات المحلية بشبام بدورها قامت بتشجيع ودعم هؤلاء الحرفيين الذين تمكنوا من استقطاب السياحة إلى المدينة وإظهارها بشكل جميل، حتى يعودوا شيئا فشيئا إلى مهنتهم ويمارسوها بشكل طبيعي، وتعود شبام التاريخية كما كانت. في المكابر والمقاطرة وهي الواقعة بين تعز ولحج، هناك يتعرض نفق الحرية للانهيار رغم كونه شريانا لأكثر من 5000 نسمة. تصل تكلفة إصلاح هذا المشروع إلى أكثر من 48 مليون ريال.
في عزلة المكابرة التي يحدها شرقا قلعة المقطرة وغربا حصن الجاهلي في منطقة التربة محافظة تعز، وجد نفق الحرية الرابط بين المقاطرتين الشرقية والغربية، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين في التنقل ونقل الأمراض والاحتياجات وغيرها الكثير. النفق خدم الناس كامل، المواطن غربي شرقي خدم الناس وخدم كل المواطن. أصبح يعني نقول نضرب كل كنا نقطع الضويح للضاح فوق ولا فوق، هناك الضويح نقطع بالرؤوس والظهور نتحمل. الآن النفق خدم كثير شعب. تم شق وحفر النفق بجهود ذاتية من قبل الأهالي قبل 15 عاما بعمق 45 مترا، وقتها شعر الأهالي بالنور وكأنه حررهم من عزلتهم عن باقي المناطق، فأطلق عليه بنفق الحرية، ثم أكملت الدولة إصلاحه بتكلفة 60 مليون ريال. سمي بنفق الحرية لأسبابه الخاصة، كان معزول المنطقة، كنا نعاني أشد المعاناة نتيجة لا توجد طريق لدينا. المبادرة هم من قاموا بها أبناء المنطقة وعلى رأسهم المرحوم فيصل رحمة الله عليه، وقام بمساعدته الوالد أمين علي محمد والأستاذ عبد الرحمن الهويش، لكن تفاجأنا أنهم بالأخير وصلوا إلى 45 متر توقف العمل، حتى أنه بعد فترة من الزمن وصلت الدولة إلينا وقامت باستكمال استكمال بقية نفق الحرية. النفق شريان حياة للمديرية لأبناء المكابر والمقاطرة بشكل شرقي وغربي، والآن بدأ يندثر وتساقط الأحجار من داخله والشبكة تآكل والقدران تشرخ. النفق الآن الذحل أكل الحديد، الغمم مع الغمم هذا تكسر، والقدر قال أكل لهم قريح، يعني النفق الآن تدهمر ريوس تكسر. الآن هنا مشقق، كنا نشتي ناس يعني يتابعوا بعد ولا يتابعوا يصلحوا الموضع الحديد والليل المكسر والجدار هذا الفلات. قبل 3 سنوات تعرض النفق لتشقق الجدران وتآكل الحديد وانهيار البوابة الشرقية نتيجة الأمطار الغزيرة، ومع توالي الزمن ازدادت حالته سوءا. النفق سهل علينا بس الآن محدد انهيارة الجدران السطح الفوق، يحتاج إلى يعني صبية للصيانة قبل فوق وإقامة الجدران هذا بذات الفعالية وعيد الجدران القديم. الشب كامل منهار تآكل من نتيجة الأمطار ونتيجة البرودة مع الضباب، الأحجار متساقطة، الجدار الخلفي متساقط، الجدار الشرقي برضو منهار، الجدار الغربي كامل جدار، يعني ستكون كارثة ما تحتها أرض تحتها بيوت. الجدار منهار طول حوالي 10 متر. هنا الطريق ضيقة جدا وتطل على هاوية خطيرة، وقد تساقطت عليها الصخور لتحاصر الأهالي من كل جانب، ولهذا هم يناشدون السلطات المحلية بسرعة إيجاد الإصلاحات الطارئة قبل زيادة الوضع سوءا. الآن لما تجي معك مريض تسعفه تشتي لك 30,000، تشتي لك التائرات، تشتي لك الديزل، تشتي لك ما مش صالح، نشتي توسيعة الطريق، نشتي رصف، نشتي المنظمات تشوفين فاعلين الخير، السلطة المحلية يشوف إحنا الطريق. نناشد السلطة المحلية محافظة أن ينتبهوا للنفق هذا ويعودن لنا، لأنه لو اندثر نحن خلاص نرجع زي ما كنا في الحقل بالعصر الحجري، نرجع نرجع نبض على رؤوسنا على ظهورنا. الآن برضو نحن النفق هذا ينفعنا، احنا تصل الدب الغزلة هنا برضو نعاني، ما زلنا نعاني نتحمل على الرؤوس. مسؤولية الذات تهون أمام المسؤولية العامة، وسرعة إنقاذ حياة الناس مهمة الجميع. والأبين حيث تعرضت جمعية الأسرة والمجتمع المنتجة للنهب والسرقة، وحرمت عشرات الأسر المحتاجة من المساعدة. في حادثة سرقة مختلفة من نوعها أقدم مجهولون على نهب وسرقة جمعية الأسرة والمجتمع المنتجة في مديرية زنجبار بمحافظة أبين. أبرز محتوياتها 14 مكينة خياطة كانت مخصصة لتعليم الفتيات التطريز والخياطة.
فوق انا يعني يوم الخميس بسرقت، حصلنا المكان وجدنا المكان مفتوح وسرقت 2 مكاين زقزاق و12 مكينة عادية. هذول المكاين يتدربن عليها أكثر من 20 متدربة في مجال الخياطة، وطبعا التدريب مستمر للنساء، وعندنا عدة مجالات نقوم بها في الكوافير والتطريز الآلي والأشغال اليدوية وكذلك النقش وصناعة البخور ومشتقاته. جمعيتنا جمعية ذاتية من جهودنا الذاتية، نحن نعمل فيها نحن والبنات والفتيات هنا، والأسر الأكثر المنتسبين فيها كلهم أسر نازحة وفقيرة وأرامل، عندنا مطلقات، عندنا يعني الفئات المستهدفة اللي هي أشد فقر. وكمان المكان عندنا بعد ما استرق اشتل، يعني مش زي الأول، مش نشاطه يعني أقل من الأول. اللصوص لم يكتفوا بحرمان الفتيات والنساء من تعلم مهنة يكسبن من خلالها منفعة وفتح أبواب رزق، بل قاموا بتحطيم وتخريب عدد من مقتنيات الجمعية والعبث بممتلكاته. اتصلنا بأصحاب الشرطة والبحث وأجوا أخذوا مجراهم، طبعا قضية ضد مجهول، وتواصلنا مع الأخوة في السلطة المحلية وكذلك مع سكرتير المحافظ، ولكن لم يحركوا ساكن إلى يومنا هذا، وتواصلنا طبعا مع الجهات المختصة لكن دون فائدة ولا حتى يكلفوا خاطرهم بالنزول إلى عندنا. الجمعية تقدم للإيتام سلة غذائية كل شهر شهريا 405 يتيم، والجمعية حتى وأن وقعت سرقة لكنها ماشية على قدم وساق، وندعو الجهات المسؤولة والمختصة أن تهتم بالجمعية هذا وتقدم العون والمساعدة لهذه الجمعية اللي تقدمها للأيتام، يعني السلة الغذائية للأيتام شهريا. جمعية الأسرة والمجتمع تخدم شريحة واسعة من الشباب والشابات وكذلك النازحين وكفالة أيتام، عندنا 915 يتيم ويتيمة مستفيدين منها 405 يتيم ويتيمة في مديرية زنجبار ونواحيها. أن يسرق مال شخص ربما أهون من يسرق وسيلة مصدر رزقه، فما بالكم من يسلب قوت أسر بحالها وآلات تعليمهن كسب العيش. ورغم أن الحادثة لاقت استياء واستنكارا من الجميع، إلا أن أعضاء الجمعية يطالبون الجهات المختصة بالقبض على الجناة ومحاسبتهم. في شهر بحضرموت تقام العديد من الفعاليات الثقافية، وذلك بمرور الذكرى 21 على رحيل الشاعر والفنان أبو بكر المحضار. شهدت مدينة الشهر بمحافظة حضرموت الأسبوع الماضي فعالية الذكرى 21 لرحيل الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، الشاعر الكبير الذي لم ولن ينساه أحد. في 5 فبراير من كل عام تحتفل مدينة الشحر بالذكرى الظاهرة الفنية والشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار عليه رحمة الله في هذه المدينة، وقد احتفلت في العام الماضي حضرموت بأسرها. أتشرف بوجودي هنا في ذكرى شاعرنا وأبونا وأستاذنا الفقيد الراحل حسين أبي بكر المحضار، الذكرى 21، وهذا فخر لنا ومفخرة. إن هذا الشاعر الكبير يعتبر الابن البار لبلده والأب الحنون لأهله ومن عايشه، فهو كما قيل عنه مرآة عصره، كيف لا، وهو يتكلم عن كل ما يكون جاري في بلاده وفي أهله وفي ناسه وفي محبيه. المحضار له خانة في كل قلب، المحضار موجود عندنا في كل دار.
اختصرت الفعاليات على عدة فقرات: محاضرات وزيارة للمتحف وجلسات دان وزيارة لقبره أيضا. وستشهد المحافظة العديد من الفعاليات في هذا السياق. هذه الفعالية مختصرة هذه السنة بسبب الأوضاع الصحية لمرض كورونا وانتشار مرض كورونا، بالإضافة إلى أن هذه الذكرى تأتي بعد ذكرى 20 دول فعالية كبيرة، وإن شاء الله نأمل في التواريخ المفصلية أن تكون ذكرى يعني 25-30، تكون هناك فعاليات أكبر ومهرجان مثلا على مستوى الجمهورية للشاعر الكبير. هذا ما نطمح إليه في السنوات القادمة إن شاء الله. أنا عازف ناي، يوم من الأيام يا المحضار يا الدار حقنا، ومعه محمد عباد وقال المحضار لمحمد عباد خل ابو قاسم يجيب الناي حقه ويلا سرع، ومشينا لمان المنتزه وفرشنا وكل شيء تمام. قمت بعدين جبت اغنيه ثانيه، بعدين المحضار قال لي لا، ما هو يخرين على هذا يا ابو قاسم، خرين على شيء ثاني. قال لو غنى المحضار بصوته، قال علمني الحب الطريق ازاي، واخترت من مبدأ انا مبداي، وعرفت انه وقف بين بيد الحذر والمقياس، امنت انه الحب قوه خارقه تجمع قلوب الناس، لكننا بمشي على قدماي، ما بابني في ناس يقطر ماي، ومن بنا في الناس مبناه انهدم وناس. كنت مزامل له في السنوات الاخيره، وهي حوالي 15 سنه الاخيره عليه رحمه الله، كنا في الوطن وفي المهجر في جده، حتى أنه يعني كلفنا شاعر كبير بإعداد ديوانيه الأخيرين في حياته، وهما حنين العشاق وأشجان العشاق. أنا جمعت المادة كلها حقهم طبعا من الكاسات جمعناها، وكان هو يراجع الكلمات لأنه أخطاء المطربين وأخطاء الناس اللي يقدموا هذه الأغاني، فكان يصححها، ثم قمنا بالطباعة بواسطة دار نشر. السلطات المحلية في حضرموت تأسف عن قصر الفعاليات هذه المرة لذكرى رحيل الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار بسبب الظروف الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وغير ذلك من الظروف الأخرى. نذهب إياكم إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. أمبريحة، القرية المنسية في لحج، ما قصتها؟ أهالي يافع يفتتحون طريق العسكرية. عبد الله معاق يمتلك سرويس ويأمل بتأسيس أسرة. أهلا بكم من جديد إلى صدى الأسبوع، ونذهب وإياكم إلى لحج، حيث قصة قرية تعيش خارج الزمن وتعد قرية أمبريحة منسية، ولا يزال يعمل المواطنون فيها بالرعي، أما الأطفال فلا يتعلمون. هناك سيارة وحيدة ومعطلة كانت تنقل المرضى. منطقة أمبريحة تقع في الشمال الشرقي لمدينة الحوطة، وتتبع إدارية مديرية تبان بمحافظة لحج، وتبعد عنها بحوالي 5 كيلومتر. قرية منسية رغم قربها من مركز المديرية، فلا خدمات ولا مشاريع تنموية، فكل شيء غائب عنها بشكل كامل. منطقة البريحة هي تندرج في إطار مديرية تبان، وهذه القرية أنا يعني في لي معرفة شخصية بالأخ أحمد العبد السيف، هذا المريض المقعد الذي ما له أي مصدر دخل، يعني أسرة كبيرة جدا، ومعتمدين اعتماد كلي على الأغنام، ما لهم أي مصدر دخل، يعني لو نفقت الأغنام هذه الذي حتى ما معهم قوتها، ففي الأسرة هذه سوف تباد، يعني لا مصدر دخل من أي مكان، لا منظمات لا راتب. هذه القرية محرومة منسية، وكأنها مش في اليمن، يعني لا تعليم
لا كهرباء لا ماء لا اي مقومات الحياه الانسانيه زي ما نشوفها على ارض الواقع. القريه تعبان ولا تعبه ولا حد موظف ولا حد يستلم اي منظمه دعم ولا من اي جهه. ناس كلهم على الماشي على الماشي ذلا على الماشي رضوهم ماشي ماشي بقيت تلقي عام الماشي مش لها فلاك فلاك قالي كل قلق وكل بلاء. منين بيجيبوا الرعيان بلال اصحاب القريه؟ العدد الموجود هنا حوالي 54 اسره اسر كبار مكونين ولم يوجد لنا اي دخل الا من المواشي هذا واجر اليومي. يعيش سكان هذه القرية حياة صعبة وظروف قاهرة لافتقار منطقتهم لأدنى مقومات الحياة، ولا شيء يربطهم بمركز المحافظة إلا سيارة واحدة لكنها في الفترة الحالية خرجت عن الخدمة. كان عنده سيارة واحدة تخدم القرية هذه، تنقل المريض الميت الحامل. صبحوا الناس يموتوا داخل البيوت هذه، يعني ما فيش علاج ما فيش نظرة رحمة لهم ما فيش. فأنا أشهد يعني كل من له يعني ضمير وإنسانية ويعني يحب فعل الخير أن يتقي لهذه القرية. يعني الأطفال بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى صحة، بحاجة القرية هذه إلى ماء، بحاجة يعني إلى كهرباء، بحاجة لمقومات الحياة الإنسانية اللي نعرفها إحنا. إحنا لو حاجة صحية لا ماء لا كهرباء لا أي حاجة. هذا القرية محروم من كل حاجة. معاناة ومأساة يتكبدها الأهالي أثناء نقل المرضى من القرية إلى المدينة راح ضحيتها عدد من المواطنين بسبب تأخر إسعافهم. مشاهد متعددة أخرى للاحتياج المجتمعي لأبناء هذه المنطقة تبرز في خلوها من أعمدة الكهرباء وتمديدات المياه وافتقارها للمرافق الحيوية الصحية والتعليمية والطرقات في زمن تتطلع فيه المجتمعات لكماليات القرى 21. حدث لنا قبل حوالي 4 أيام أو 5 أيام أن توفت علينا امرأة وهي فوق يعني العجين حقها، قامت تصلح أكل عيالها ثم ارتجمت دوخت هناك ما حصلت أي وسيلة حد يسعفها، وفعلا ماتت. ومش جبنا وسيلة النقل بعد حوالي 3 ساعات من بعد صلاة الفجر، وهي لما ساعة 7:30 وسائل نقل ماشي أي وسيلة نقلها. أيوة كانت هذه السيارة اللي هي أمامكم الآن منظورة، وبعدها وصلنا للمستشفى لقد ماتت. الماء الآن يجيبوا من قرية المقحفة، انتوا شوفوا الاطفال ما فيش تعليم لهم، بعض الاطفال والحريم يموتوا في اماكن ما معهم حق العلاج. كنا نغرب معنا بابور ندخل فوق الرعيان المريض والولاده والميت دون تعبان فوق البابور. السياره الوحيده دي كانت قريه؟ القريه السياره الوحيده اللي في القريه كانت. بركت انا بركت سياره. فتره بركت البير اللي نشرب منها. ما عاد رزق ولا عاد دخل ولا عاد اي حاجه. قد ماتوا علينا بشر هنا عدة، ومنهم منهم اللي الآن طريح الفراش مش حصل أي واحد يسعفهم حتى. يعني ما فيش خط يودي؟ لا أبدا ما فيش خط. الخط هذا رملي ولا مقاصع من قربة لقربة. أكثر من كذا ما أشوف ولا دخول أي جهة رسمية حتى لهؤلاء الناس الذي يقوموا بهم بس عند الأقل بعلاجهم. ونص من هؤلاء مصابين بمرض السكر، أكثر من 10 نفر أو 12 نفر دخل القرية مصابين مرض السكر والقلب. الناس مراد، الأطفال ما يتعلموا، يعني الحريم يعني داخل بيوتهم، يعني ما فيش أي يعني إيش ما وين الإنسانية؟ فين المنظمات؟ نحن نتمنى يعني أن تنزل هذه المنظمات ويقطون نشوف أن يعني بعد هذا إن شاء الله اللغاء وهذا الضوء اللي سلطناه الآن على هذه القرية المنسية في مديرية تبان أن يتغير حال هذا الناس، أن نرى يعني بعيوننا ان في انسانيه في ضمير سواء من المنظمات او من قبل داخل المحافظ او من فاعلي الخير ان ينزلوا يدعموا هذه القريه وناسها. على الرغم من تقدم العصور وحداثتها الا ان مواطني امبريحا يعيشون حياه بدائيه قديمه تفتقر لخدمات العصر في مختلف جوانب الحياه الانسانيه. أطفال لا يتعلمون ويعملون في الرعي، الماء يجلبونه من مسافات بعيدة، أمراض مزمنة يعاني منها كثيرون، ومع كل هذا الحرمان والفقر والعزلة، إلا أن أبناء المنطقة فضلوا العيش والتمسك بها مطالبين الجهة المعنية للنظر إليهم ومساعدتهم في توفير مقومات الحياة كي لا تظل أمبريحة قرية منسية. وبالعودة إلى الضالع تتزايد هناك الشكاوى من البناء العشوائي، وهي ظاهرة تكشف افتقار المحافظة لأي تخطيط حضري في ظل توسع كبير في العمران خاصة في السنوات الأخيرة. مدينة تغزوها العشوائيات من كل اتجاه،
هكذا تبدو مدينة الضالع غارقة وسط زحف البناء العشوائي في ظل توسع عمراني كبير شهدته المدينة في الآونة الأخيرة، لكنه يفتقر إلى أبسط أساسيات التخطيط الحضري في مشهد يعبر عن غياب للوعي المجتمعي وقبله للجهات المختصة. لكن يعني كانت خفيف جدا يعني ازدحام بالسكان، والآن صارت مكتظة بالسكان، ولكن تلك الزحمة والاكتظاظ ليس يعني بطريقة حضارية، بناء عشوائي. عجز الجهات المختصة عن القيام بدورها ساهم بشكل كبير في تغيير ملامح مدينة تمثل العشوائيات فيها أكثر من 90%. ليبقى السؤال، متى يا ترى سيتوقف هذا العبث؟ وهل آن الأوان لأن تكون الضالع كباقي المدن اليمنية؟ نحن نعاني من البناء العشوائي، لا توجد لدينا مخطط لبناء الضالع، مش ما توجد، لكن نحن نعاني منذ العام 2007. أولا عندما كنا نوقف البناء العشوائي ما تحصلش من يجي يحميك بهذا الجانب، وفوقنا أننا بعد 2015 استمرينا بهذا المنوال وهذا النمط، وأصبح سمة من سمات المواطنين أنهم يبنوا العشوائي، وعندما تأتي تريد أن توقف هذا البناء المواطن لا يستجيب لك. الأماكن الأثرية لاقت نصيبا كبيرا من هذا العبث الذي طال كل شيء، وهذا ما يؤكد أن الأمر بلغ ذروته في التعدي بجرأة تؤكد أن لا فرق بين معلم أثري أو سياحي أو تاريخي أو حتى شارع رئيسي، حتى أصبحت المدينة هكذا متناثرة الملامح. نحن معانا مخططات، مثلا في عطبة معانا تقريبا 15 وحدة قوى، في صناع معانا قريب 12 وحدة قوى، في جلاس معانا 12 وحدة قوى، في مدينة الضالع معانا 12 وحدة قوى، ولكن لم نستطيع أن نفرض تنفيذها على الواقع. هناك في قصور في الوعي المجتمعي، عندما يتم هناك في بناء عشوائي، إذا أردت أن توقف هذا العمل يقوم لك يتعصب مع صاحب العشوائي، يعني هات لك كم يا نفر، ويمكن ممكن يشهروا في وجهك السلاح. تكمن المشكلة في الإزدواج الأمني داخل مدينة الضالع، أيضا تكمن المشكلة في عدم وجود الإمكانات، تكمن المشكلة في عدم وجود شيول لقيامنا بإزالة العشوائي، شيول واحد بولت واحد ما موجود بالضالع. وجه رسالة إلى السلطة العليا أن تدعم محافظة الضالع بأن يدعم مكتب الأشغال العامة وهيئة الأراضي ودعمنا بأجهزة مساحة. سيبقى إيقاف عبث البناء العشوائي مجرد حلم في أدراج مكاتب الجهات المختصة ما لم يكن هنالك تضافر للجهود تؤدي في نهاية المطاف إلى إيقاف الاستحداثات العشوائية في أقل الأحوال، والبدء بعمل حملات للقضاء على المباني التي شوهت وجه المدينة، تمهيدا لمرحلة جديدة تودع سنين العبث والإهمال. من يافع بلحج افتتح الأهالي طريق العسكرية في وادي بني المفلح في إطار الجهود المجتمعية رغم الصعوبات من وعورة الطريق. الآن يجري الإعداد لمسابقة شعرية ويذهب ريعها أيضا لأجل الطريق. في وطن يرزح تحت طائلة الصراعات والحروب والأزمات يطل وجه مشرق لريف يمني أصيل الهوية والتاريخ، يافع. هذا الاسم الذي يحمل معه دائما عنوانا للعطاء للإنجاز وللتعاون الذي يجسد المعنى الحقيقي للتراسك البنيان في المجتمع اليافعي، ليظهر هذا بجلاء فيما يسمى ثورة طرقات يافع التي شقها وأنشأها وتم إصلاحها بتكاتف أبنائها وأهالي المنطقة والمغتربين وعلى نفقتهم الخاصة. جهود ذاتية وأدوات بدائية، والغرض تحقيق الحلم الذي يعاني منه كل مشألي منذ السبعينات. منطقتنا تأخر كثيرا، ولكن الجيل الصاعد صحي في وقت متأخر، والحمد لله بدأ العمل وبدأنا بنشتغل بأدوات بسيطة، ثم تطورت الحالة حتى عملنا دراسة متكاملة لهذا
الطريق بطول 15 كيلو متر. عند بداية المشروع قرر لجنة المشروع والأهالي جميعا أن يبدأ الشق في الأماكن الصعبة وأشد وعورة، فبدأنا في العمل في من نقطة أسفل وادي أشدد نزولا، ولم نبدأها صعودا من هذه النقطة لأسباب، لأن هناك أماكن ضيقة ووعرة جدا، فبدأنا في ذلك المجال بالخط، والحمد لله العمل مستمر من تلك الفترة، وقطعنا مسافة تقدر بستة كيلو متر شقا في الجبال. طريق العسكرية مشألة المفلحية الذي يربط عددا من المديريات في يافع وردفان، والذي تبلغ مسافته أكثر من 26 كيلو متر وبتكلفة مالية تقدر بأكثر من 2 مليار، وطريق آخر يمر بين وادي بناء الشهير الذي يمر بالأودية والجبال ووادي ظول حتى مركز المديرية بطول 23 كيلومتر وبتكلفة تقدر ب 35 مليون ريال سعودي. هذا يعتبر خط رسمي، بداية بدأنا في المشروع هذا في تجنب الطريق من الوادي، إمامكم الوادي بنا هذا اللي تمر فيه السيارات، يعني عندما يأتي الوادي تنقطع المواصلات في هذا الوادي، ويعانون الناس في هذا المكان، يعانون يعني من صعوبة التواصل، فعندما تأتي السيول لا يستطيع، قد تمر أحيانا أسابيع وأحيانا أشهر ينقطعون عن التواصل. خط مقايم على حساب الأهالي، ويعني قاموا بجهد منهم بتكاتف وقاموا بهذا العمل، وخط يعني لقينا فيه من الصعوبات ما لقيناها إلى أن وصلنا إلى هذا المستوى من العمل، ولله الحمد والمنة على هذا الفضل، وجزا الله خير كل من سعى في هذا الخط ودعم بالمال والجهد وحتى الكلمة. جاء شق الطريق هذا في ظل ظروف صعبة تتسم بها تضاريس المنطقة بوعورتها، والذي تسبب بمعاناة كبيرة لأبنائها، نساء كانوا أو رجالا وأطفالا، سواء في جلب المياه أو التعليم أو أثناء نقل المرضى. الطريق هي حاجة شرع الحياة، الكهرباء بتقطع علينا برضه شرع الحياة. المشروع هذا إذا افتك الطريق وعملوا الجسر سنتوصل على كل حاجة، لأنه أي شيء ما يجي إلا عبر الطريق. وسابقاً كنا من العش المريض من هنا لما نوديه فاطل لا حبيل جبل، ثم تشاهدون المقبرة أسفل عراعر، هذه المقبرة وضعت بالناس الذين كانوا بينتهون على الوادي بيشلون المتعسرة أو مريض وصلوا الوادي نافر، والعي فغي الوادي لغنتي انتهي المريض، وشاهدوا المقبرة صوروها شوفوها قدام المشروع. بادر الأهالي بتدشين العمل، فابتكروا وسائل لجلب المال مثل المزادات للتحف وما يدل على تراث قديم أيضا، ومسابقات بين الشعراء كسجال مسابقاتي يتنافس الشعراء ليذهب ريع المسابقة لصالح شق الطريق. فكرة الظاهرة الاجتماعية اللي ظهرت في يافع وهي ظاهرة إيجابية، المسابقات الشعرية الخيرية الذي يعود مردودها لهذه المشاريع، أول ما عملوها في طريق يراه إذا طريق بن جعفر، والمشروع الثاني طريق ذيك، فنتمنى إن يحظى هذا المشروع في مثل هذه المسابقات الشعرية التي تكون رافد قوي للاستمرار بالعمل واستكمال هذا المشروع وتحقيق الحلم. أطالبهم مرارا وتكرارا بمد يد العون والمساهمة والكلمة الطيبة، يعني في سبيل تنفيذ المشروع هذا. سبق وقال بجزء يعني منفذ، والآن الطريقة هي بالمفلحي، ولكن هي في مرحلتها الأولية. في مرحلتها الأولية تتطلب هذه المرحلة الأولية نفذوها مواطنين وادي غول. نطلب من أهل الخير أن يساعدونا وأن يكونوا عونا لنا في إنجاح المشروع، لأنه مشروع مهم جدا ويعتبر مستقبلا خط دولي هذا. بقساوة هذه الجبال اليافعية وغلظتها التي تبدو لوهلة رأيها وكأنها معلقة ما بين الأرض والسماء، في منظر يكسبها مهابة تسطر مع كل حجر وتضريس لها، قصة تاريخية في أساطير أبنيتها المعتقة والمعلقة، لتحكي رسائل كثيرة أن التاريخ والحضارة والغلظة والتراث والرقي اجتمعوا ليعكسوا أن الإرادة البشرية يمكن أن تخلق الجمال بشكل متكامل، إذا ما خلق للأرض روحا تأخذ أنفاسها من طيب هواء أبنائها، نشتاق أن تعود مثل هذه الروح إلى أرض اليمن السعيد.
في ذمار قصة كفاح يسطرها الشاب عبد الله رغم معاناته في الإعاقة، وذلك بإنشاء سيرويس لغسيل السيارات ليصبح ذلك مصدر دخل، ويأمل أن يكمل نصف دينه ويكون أسرة. بهمة وإصرار على الكسب من عرق الجبين وعمل اليد، يمارس عبد الله محمد عمله في تنظيف وغسل السيارات منذ أن كان طفلاً صغيراً، متحدياً إعاقته والظروف الصعبة التي تواجه والتهميش الذي يفرضه المجتمع على شريحة المهمشين. ولساعات طويلة ورغم ظروفه الصحية يقف غير مبال بحرارة الشمس أو برودة الجو، منكب على عمله راسما صورة مشرقة لمن يشاهده للتحدي وعزة النفس التي تجعله يرفض التسول ويفضل العمل الشريف رغم قلة العائد المادي الذي يعود عليه من هذا العمل المضني. تفاعلوا معه بعض ما نصمنا لها الحائرة، تفاعلوا معه وساهم، وهو ساهم عام نفسه وكافح، وليه كافح هكذا مقارب حد ما أقول لك سنة يا هذا البقعة، وكان أول يسروس بيده السفنجات ولا هذا وكافح معه، كانوا من أول لما كنت خسر بيدي كانوا بين زمان خيرا. أنا وقفت خمس سنوات وأنا جالس ما مطلوب الله ولا شيء. ها؟ ضبحت قلت الشيء ما ضب حتى ذيل حتى الأحسن وفاني قيمة ما ضب. ها واحد فعل خير التاريخ خزان. أنا الشيء كون وأترى عشان دول طالب الله على نفسه، وهو إنسان معاك وبيكافح القوت يومه، ولا عندنا أكثر من 25 سنة وبيحاول يجاهد، وأصحاب الحارة ما قصروا. إيش فرق ولا يطلب الله على نفسه في السرويس بعد أن كان يشتغل بيده، والآن بيشتغل بالسرويس بالماطور ذي المضخات هي. امتلك عبد الله هذا السرويس المتواضع بدعم من أبناء الحارة الذين وجدوا أنه يستحق أن يدعموا لما لمسوه منه من حب للعمل ورغبة منهم في مساعدته على تحسين دخله، لكن ما يكسبه من عمله هذا قليل جدا، حيث يضطر لشراء الماء والتعبية من الويتات التي ارتفع سعرها بشكل كبير، ولا يكاد عمله هذا يغطي احتياجاته البسيطة، ويجعله عاجزا عن فتح بيت وإكمال نصف دينه كما يرجو. بعض الحين ثلاثة أربعة، بعض الحين ما بيش. ها؟ بعض الحين قصوا المطرات. صرف يوم ما بن عبي وايد. بالبعاد. أنصح يعني المجتمع أن يكون يساعد مثل هذه الحالات. نفس الشخصية هذا ونفس المعاق هذا، ونكون نجتمع كلنا ونتحد لدعم هذا الفئة. أو هذا الشخصية المعاقة أو ذي محتاجة لدعم من المجتمع أو من الحارة. عبد الله مكافح مدري فترة زمنية طويلة، وهو يكافح عن نفسه ولا يتسول، بل يكافح على لقمة عيشة وعلى المعيشة والتكبد في هذا البلاد. ونحن نطلب المجتمع أن يدعمه لكي حتى نكمل سعادته على الأقل حتى في الزواج. يدعموني أن أنا شكون أسرة أتزوج. من فيها الخير الله. من فيها الخير. يعد عبد الله أنموذج مشرف لم يجعل من حاجته وإعاقته وسيلة للتسول، بل آثر العمل منذ صغره، وهذا ما يجب أن يدفع رجال الخير لمساعدته على زيادة دخله وتحقيق حلمه الذي طال انتظاره له في تكوين عائلة وفي الحصول على حياة كريمة. في لحج أيضا وتحديدا في القبيطة، تمكن الأهالي وبعد سنوات من المعاناة من شق طريق جبلي كان يبدو مستحيلا، لكن تكاتف الأيادي أحالت المستحيل إلى ممكن. لم يكن الأمر سهلا ولم يكن مستحيلا عن هؤلاء المواطنين أتحدث، من يحاولون بأيد غير متخاذلة في شق طريق جبلي تربط قرى مناطق الرماثوجان وشرار في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، بعد عقود طويلة من معاناة الأهالي في حركة التنقل والنقل جراء حرمانهم من شبكات المواصلات. الآن قطعنا 1200 متر فقط
وهذه الآن صارت سيارة تعبر إلى مناطق ما عبرتهاش قبل كذا، وصلت إلى قرى، القرى هذه ما شاف السيارة قبل كذا. وانتهينا من المرحلة هذه في 6 نوفمبر. المرحلة الثانية الآن بتكون من رأس شرار إلى وادي شرار، هذا 3.25 كيلو ما بين كرش طول الباحة، يعني بتكون مخرج آخر للقبيطة، لأنه في عدة مخارج، لما تجي السيول تحطم المخارج هذه. ما يزيد عن 20,000 نسمة في هذه المناطق حرموا على مدار أعوام من طريق ملموسة، لتأتي المبادرة المجتمعية لشق الطريق تلبية لحاجاتهم وإعادة الآمال في نفوس أتعبها اليأس وطول الانتظار. تعتبر هذه الطريق هي الشريان الوحيد لمنطقة شرار، وهذه الطريق طبعا كانت حلم يراوده أبناء شرار، وأصبحت اليوم بحمد الله تعالى وشكره حقيقة. وبدأ شق هذه الطريق بمبادرة ذاتية من الأهالي في منطقة شرار. قضم الصخور بهذه الوسائل البدائية هي الوسيلة المتاحة للمتطوعين في المشروع، ورغم بدائيتها وتواضعها طوع بها الأهالي أكثر من 1200 متر من الصخور الجبلية إلى طريق معبدة. ورغبة الأهالي تتجلى في استمرار رؤية حلمهم أن يكتمل وتلتهم طريقهم الجديد إطارات مركباتهم. نذهب وإياكم إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. فتاة يمنية تتقن فنون القتال وتدرب الفتيات عليها. سهام عامر هي فتاة يمنية ألغت فكرة حكر الشباب على ألعاب وتدريب الفنون القتالية ليصبح أول كابتن يمنية تتقن الفنون القتالية وتدرب الفتيات عليها. سهام عامر، الفتاة الحديدية كما يطلقن عليها متدرباتها، والتي رغم عمرها الصغير تحدت كل قوانين رياضات الفنون القتالية لتكون البطلة فيها. تشرع عامر بالحديث عن نفسها وبداياتها في تعلم الفنون القتالية وشغفها فيها منذ 6 من عمرها. أول لعبة لعبتها كاراتيه، سجلت على الكاراتيه ودربت أنا وأخي. عمر 6 سنوات. أيه، دربت أنا وأخي وعمر 6 سنوات. وبعدين دخلت على أول بطولة لعبتها بطولة الجمهورية، كانت في 2006، وحصلت على المركز الأول ذهبية في البطولة الجمهورية، لعبت مع عدن وتعز محافظات. وبعدين كملت على الكاراتيه، جلست 7 سنوات أخذت حزام أسود في الكاراتيه. بعدين خلاص قلت شفت الكونفو حبيت، قلت أدخل على الكونفو لأن حسيت ضربات تحت الكاراتيه، تحسي ضرباتها تتش سحب أكثر شيء. بعدين قلت خلاص دخلت على الكونفو، تدربت عند المدرب الصيني، كان هناك مدرب الصيني. بعدين كان يجيب لنا كلام ينصحنا، كان يقول لنا تحدوا نفوسكم، يعني كان ما شاء الله. وبعدين تدربت على الكونفو ودخلت البطولة أندية، بطولة الأندية العربية في الكونفو، وجبت الميدالية الذهبية في الكونفو. وبعدين أول بطولة لعبت بعدين في المغرب في كاراتيه وجبت المركز الرابع، وبعدين دخلت على البطولة حق قطر وجبت المركز الثاني، هاي بطولة قطر في الكاراتيه. سجلت يعني وقعت لاعبة المنتخب في الكاراتيه، لاعبة المنتخب الوطني. بدأت تدرب مع الماستر خالد، هو المؤسس حقي حق الكيك بوكسين والماي تاي، وتدربت معه. وبعدات قال لي خلاص انت تكوني تدربي وفتحي نفتح كادر نسائي، لانه قلت له طيب ليش ما نفتح كادر نسائي، قال لي خلاص اوكي. وبدانا فتحنا كادر نسائي، بدات 6 لاعبات صغار كنت ادربهم، كنت اخلص تمريني ساعتين اتدرب مع الماستر خالد وبرجع ادرب البنات. لي شهرين من حين دخلت اتدرب. سبب دخولي يمكن تقريبا الالم اللي بتتعرض له المراه في هذا المجتمع المنغلق جدا، والالم اظن هو اقوى دافع انه الانسان ينطلق نحو التغيير الافضل. طبعا بالنسبة للتدريبات وأسلوبها أسلوب رائع جدا، أجمل ما فيها أنها بتغير طبيعة الجسم، السيكولوجية نفسها النفسية، بتخليك شيء منطلق، بتسحب السلبيات كاملة بتعطيك إيجابيات مطلقة.
حصلت سهام على العديد من البطولات في مختلف رياضات الفنون القتالية كالكاراتيه والكونفو والتايكوندو والبوكسين وغيرها، وتصنف كأول مدربة فنون قتالية في اليمن. شاركت أول بطولة في الكيك بوكسين بطولة الأردن وجبت المركز الأول. كان هذه التحدي لي لأنه كان التحدي يقولوا مستحيل بنات يجيبوا ميدالية، وأنا تحديتهم ورحت على الأردن وجبت الذهبية بالضربات القاضية، وهذا المركز الأول حق الأردن بالكيك بوكسين. وبعدين تأهلت لبطولة العالم في بيلاروسيا، هاي بطولة العالم شاركت في 4 أساليب قتالية كيك بوكسين وقوة الرمي، وجبت الأول يمنية يعني جيب في بطولة العالم 4 ميداليات، 3 فضيات 1 برونز، هاي في بطولة العالم. سهام عامر أنا أعتبرها مرأة حديدية قوية جدا، بتتحمل، أسلوبها رائع جدا، فتاة من النوع نقول فتاة ذهبية، والذهب عمره ما عاد لا يتغير أبدا، أسلوبها رائع جدا في أداء التمارين. تشجع سهام عامر الفتيات على الإقبال على هذه الرياضات لما لها من أثر كبير في تقوية الثقة بالنفس وكذا تقوية الجسد، وتساهم في المساعدة على إنزال الوزن، كما أنها تحمي الفتاة لتدافع عن نفسها في حالة حدوث التحرش أو الخطر. في بنات يقولوا احنا نشي نوقع زيك، احنا نشي إن شاء الله نحترف البطولات، واحنا نشجع البنات عشان البطولات ان شاء الله. انا كنت اول وحده وان شاء الله اوصل ل1000 لاعبه يمنيه تلعب كيك بوكسين وماي تاي، ونوصل رساله ان الرياضه للجميع، الرياضه تقوي الصحه النفسيه والصحه الجسديه وتغير الحاله النفسيه كمان، والرياضه يعني مش محدوده لذكر او انثى، الرياضه للجميع. بابتسامتها المعهوده وخفتها العاليه تدعو سهام عامر الفتيات لممارسه رياضاتها المفضله لاخراج الكبت وقضاء وقت ممتع بصحبه الرياضه. اما في الشان الانساني وهناك حاله تحتاج لمد يد العون والمساعده، حيث يعاني الشاب شرف الدين من الفشل الكلوي منذ اعوام، اسرته عاجزه عن علاجه او اجراء عمليه زراعه كلى، أسرته أيضا متعففة، أما أصدقاؤه وذووه فعاجزون ويناشدون أهل الخير لإنقاذ حياته. يدخل الشاب شرف 2 يوم كل أسبوع ليلحق موعده الأسبوعي لإنقاذ كليتيه وجسده، فهو مصاب بالفشل الكلوي الذي أنهك جسده وأنهك عائلته على مدى 4 أعوام. ومن يملك نعمة العافية لا يدرك معاناة مرضى الفشل الكلوي من جميع النواحي. شرف الدين عبد الرحمن الشرفي، بحاجة إلى زراعة كلى، يعني لنعود على الطبيعة على ما كنا في الحالة من قبل، لنقدر نأكل ونشرب ونسير وندخل ونخرج إن شاء الله. الولد له 4 سنين بيغسل، يعاني من ألم ما شاء الله الغسل، وبس قاعد بيعاني بالبيت من حمى، من ما ينمشي، ما يأكلش سواء، وهكذا مستمر من أول ما تعرف. الأخ شرف يغسل لدينا في الثورة من 4 سنين، حيث عنده فشل كلوي مزمن من قبل 4 سنين، ولم يتسنى لأن يزرع أن يعمل زراعة كلى في الأيام الأولى حتى جاء وباء كورونا، والآن يعني حالته يعني متعبة، يعني ماديا لا يقدر يسافر، أتمنى يعني من فاعلين الخير أن يساعده. تجتهد أسرته 2 أسبوعيا على مدى 4 أعوام للتخفيف من معاناته، ويتمنون أن تنتهي هذه المعاناة ونهايتها لا تكون إلا بزراعة كلى، وقد وجد المتبرع له، إلا أن تكلفتها الباهظة جدا والتي تصل إلى 12 مليون ريال يمني تحول بينهم وبين ما يريدون. نعاني من الضغط، من الماء، من الأكل، من الشرب، لن نستطيع أن نشرب، نتعب من الماء، نتعب من الأكل، يعني لا تفاحة، حبة روتو، حبة جب. كله كان بتغسل؟ يعني هذه السنة الرابعة، يعني الرابعة ولا حد، الرابعة ولا حد. كنا نتمنى أن نزرع له بأي وقت، بس يعني العملية مكلفة، 12 مليون.
والأوضاع ما تسمح. الحمد لله. لقد بذلنا كل ما نستطيع من جمع المبلغ لكي نتمكن من إنقاذ هذا النفس، لكن المبلغ كبير جدا، ما يقارب 12 مليون ريال، ونحن لم نستطيع أن نجمع هذا المبلغ، لأن كما تعلمون الظروف المادية صعبة جدا للغاية. ومن أحب أن يتعاون مع أخي الكريم سواء كان في الداخل أو الخارج فليتواصل معنا على الرقم التالي 7250388 12، أو الرقم الآخر 7242618. وشكرا لكم. إنقاذ نفس تصارع الألم ومرارة الحياة أمر له المردود الكبير والأجر العظيم عند الله تعالى، ونعمة العافية من أجل النعم وأعظمها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في الحج تعود لعبة الملاكمة إلى الممارسة في أندية المحافظة بعد توقف دام سنوات طويلة، في عودة رحب بها الجميع. بعد سنوات من الغياب عادت لعبة الملاكمة للأندية اللحجية بقرار تشكيل لجنة مؤقتة أصدره مكتب الشباب والرياضة لفرع اتحاد الملاكمة بمحافظة لحج. لعبة الملاكمة في محافظة لحج من الألعاب المتميزة الذي تنافس فيها محافظة لحج على مراكز متقدمة، وغريبا تم تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لاتحاد الملاكمة برئاسة الكابتن نجيب سعيد دوكم أحد أبطال هذه اللعبة. هذه اللعبة طبعا من الألعاب كما أشرنا من الألعاب المتميزة في المحافظة. محافظة لحج تتميز في كثير من الألعاب الرياضية ومن ضمنها لعبة الملاكمة، الذي نحن بدورنا أكدنا على اللجنة المؤقتة لتسيير نشاط هذه اللعبة أن تعد خطة لعام 2021، من ضمن هذه الخطة تفعيل لعبة الملاكمة في المحافظة ونشرها على نطاق واسع بين أندية المحافظة. حققت الأندية اللحجية خلال السنوات الماضية في لعبة الملاكمة إنجازات عديدة محلية وعربية، حيث لعب نادي الطليعة اللحجي دورا بارزا في انتشارها ليعود لاعبيه الآن لممارسة اللعبة في النادي. لعبة الملاكمة هي أقوى ولها إنجاز كبير في المحافظة، في محافظة لاحق لها سواء في التاريخ وإنجازاتها في المحافظة دوليا محليا ودوليا وعربيا، وإنما توقفت في ظروف معينة لها في وقت من الأوقات، وإنما إن شاء الله بإذن الله أن نعودها إلى أفضل ما كانت أول. شاركنا ببطولات محلية وشاركنا ببطولات خارجية والحمد لله توفقنا، وبس بعد مرور الوقت أهملت اللعبة بسبب الحرب اللي حصلت، وانخمدنا كما انخمدت الأوضاع الرياضة بشكل عام، والآن الحمد لله بنستعيدها وبنرجع زي أول وأحسن، بنجل إن شاء الله بطولات، بنقدم أحسن ما كنا وأزيد إن شاء الله. بطولة القاهرة برع، حققنا نتائج المركز الثالث، وبين بطولات داخلية حققت عين المراكز الأول على مستوى الجمهورية، والآن إن شاء الله بنحقق وأكثر إن شاء الله. هنا في النادي يتواجد عدد من اللاعبين يتلقون التعليمات والتوجيهات من مدرب اللعبة ويمارسون الملاكمة بكل حب وشغف. لعبة الملاكمة هي لعبة عريقة تمارس من زمان طويل يعني، وكنا احنا فيها نحقق مراكز أولى متقدمة على مستوى الجمهورية، ولدينا منافسات ومسابقات على مستوى الوطن العربي، ومعنا لاعبين شاركوا بهذه اللعبة و أخذوا المركز الثاني في بطولات العربية، وهو يعني فضل سعيد دوكم ونجيب سعيد دوكم وآخرين المشاركين برضه في المنتخب الوطني، ولم تسمح لهم الفرصة أن يأخذوا دورهم في هذا البطولات. قد عددنا الآن لعبة الملاكمة بعد قطعنا يعني فترة طويلة، وقد حققنا ألعاب، أنا سافرت برع، والآن إن شاء الله بنعود بنحس اللعبة وبنرجع من جديد. الآن ترتب الأوضاع وإن شاء الله نعيد مجدها اللعبة إلى السابق، ونتمنى من إدارة النادي برضه بالدعم واللفت إلينا من شان ننافس بهذه اللعبة ونرد مجدها السابق اللي كان يحظى بهذه اللعبة كثيرا من اللاعبين.
تعد لعبة الملاكمة من الألعاب المميزة الحاضرة في أندية محافظة لحج منذ عقود، حققت فيها أرقام متقدمة على المستوى المحلي والعربي، والشباب هنا يناشدون الجهة المعنية لدعم هذه اللعبة لتستعيد مجدها القديم. الآن نتوقف وإياكم مع فقرة قضايا دولية، وهذه الفقرة تأتيكم دائما بالشراكة مع دوتشفلة الألمانية، لكن بعد الفاصل. في توتر جديد للعلاقات بين موسكو وأوروبا، طردت السلطات الروسية مؤخرا دبلوماسيين أوروبيين بتهمة التدخل في شؤونها الداخلية ومشاركة في مظاهرة داعمة للمعارض المسجون أليكسي نافلني. الاتحاد الأوروبي من جهته وعلى لسان وزير خارجيته أدان بشدة هذا الإجراء، داعيا موسكو إلى إعادة النظر في هذا القرار. في ظل هذا الإجراء الروسي وردود الأفعال المتباينة، يبقى السؤال قائما وبشكل دائم: هل أصبحت العلاقات الروسية الأوروبية مهددة بالتصعيد أكثر، وما أوجه الخلاف بين الطرفين؟ بالإضافة بالطبع إلى أسئلة أخرى سنحاول الإجابة عليها من خلال ضيفنا من ألمانيا، الخبير بالشؤون الأوروبية والألمانية بدوتشفلة الألمانية الدكتور عبد الرحمن عمار. دكتور عبد الرحمن، أهلا بك في صدى الأسبوع. مرحبا دكتور. بعد الإجراء الروسي بطرد الدبلوماسيين الأوروبيين وإدانة الاتحاد الأوروبي، هل نحن أمام متغير جديد في العلاقات الروسية، أمام تصعيد أكثر من ذي قبل؟ ما المتوقع؟ توتر العلاقات بين الجانبين ليس بالجديد، خصوصا بعد تولي فلاديمير بوتين رئاسة البلاد. كان هناك الكثير من المحطات التي شهدت خلافات بين الجانبين، ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتدخلها في شرق أوكرانيا، وأيضا في الكثير من مناطق الأزمات سواء في سوريا أو في ليبيا ومناطق عدة أخرى، وأيضا اتهام روسيا بالتدخل، محاولة التدخل في الانتخابات في الكثير من الدول الأوروبية عبر قراصنة يؤثرون في النقاشات السياسية في وسائل التواصل الاجتماعي، والأكثر من ذلك قطع الانترنت على الكثير من المؤسسات. يعني هذا توتر ليس بجديد، لكن الجديد فيه الآن هو اتهام مباشر لروسيا بتسميم نافالني المعارض الروسي الذي جاء إلى برلين، وهنا خضع لعمليات علاج، وكشفت مختبرات أوروبية منها مختبر ألماني أنه فعلا تعرض لتسميم ولمحاولة ربما تصفية، وهو رمز للمعارضة الروسية، والأوروبيون يواخذون على الروس الآن محاولة قتل المعارضة في البلاد وفرض صوت واحد وتجاوزات أيضا في مجال حقوق الإنسان في الداخل الروسي وأيضا المعارضين خارج روسيا. ما الذي يمكن أن تقوم به أوروبا والاتحاد الأوروبي إذا لم تعد روسيا النظر في هذا الإجراء؟ هل نتوقع فرض المزيد من العقوبات على روسيا مثلا، خاصة في ظل التهديد من دول أوروبية بالرد؟ الاتحاد الأوروبي قال أمس بأنه سيعقد قمة في شهر مارس القادم لدراسة الموضوع، وهناك مطالب كثيرة في كل الدول الأوروبية لتشديد العقوبات على روسيا، بل سن عقوبات جديدة ستشمل شخصيات روسية وأيضا شركات روسية، لأن هذا هو الحل المطروح الآن. لا يمكن الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا، هذا
ليس في صالح البلدين، ولكن العقوبات هي سلاح بدون نار كما يقال، وروسيا ستتعرض لتضييق أكثر على المستوى الاقتصادي، ما سيدفعها ربما لمراجعة الكثير من الحسابات فيما يخص التدخل في شؤون الداخلية للكثير من البلدان في شرق أوروبا، وأيضا في الكثير من بؤر التوتر في العالم، وأيضا فيما يخص الالتزام بحقوق الإنسان وعدم قمع المعارضين داخليا وخارجيا. طبعا حتى وإن تم ذلك، روسيا قد ردت مبكرا على هذا الإجراء وقالت أن أي عقوبات لم تعد مجدية كونها أحادية الجانب، ووصفت الاتحاد الأوروبي بأنها تكتل وشريك لا يعول عليه. نعم، روسيا كانت دائما ولا تزال تنظر للاتحاد الأوروبي كمنافس يسعى لإضعافها، وبالتالي تعتبر كل محاولة من طرفها لتوجيه ضربات للاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر استراتيجية لحماية مصالحها، مثلا بمحاولة ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في أوكرانيا، وأيضا التدخل في ليبيا والتواجد في البحر المتوسط والبحر الأحمر، كل هذه موجهة إلى الاتحاد الأوروبي ومن خلاله إلى أمريكا الذي يعتبر الحليف الأكبر والأبرز للاتحاد الأوروبي. أيضا الروس ينظرون إلى انضمام كل من جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان إلى حلف الناتو، هو موجه لها، وأيضا نشر الولايات المتحدة الأمريكية للكثير من القواعد العسكرية خصوصا صواريخ هي موجهة لروسيا. من هنا تعتبر أن كل هذه الأمور تهدد وجودها، وبذلك تبرر كل ما تفعله سواء ضد المعارضة التي تصفها بأنها تنفذ أجندات خارجية أوروبية وأمريكية، وأيضا ما تفعله في الكثير من بؤر الأزمات بأن الدافع هو حماية مصالحها. وأيضا أكثر من مرة لوح الروس أيضا بأنهم سيستعملون ورق الطاقة والغاز ضد الأوروبيين في حال تمادوا في العقوبات ضد موسكو. لو نتحدث أكثر دكتور عبد الرحمن عن نقاط الخلاف، هي كثيرة، ربما لو تجمل لنا نقاط الخلاف بين روسيا وأوروبا، ولا نغفل العلاقات التجارية كخط أنبوب نقل الغاز مثلا. في الوقت الحالي نقطة الخلاف الأساسية هي نافالني وملف حقوق الإنسان والمعارضة، فبعد عودته إلى روسيا تم إلقاء القبض عليه، وهناك قمع واعتقالات في صفوف المعارضة الروسية ومحاولة لفرض توجه واحد واغتيال كل الأصوات المنتقدة في الداخل. الأكثر من ذلك، فروسيا نفذت الكثير من العمليات ضد المعارضين خارج الأراضي الروسية، نتذكر جميعا حادثة مقتل معارض روسي هنا في برلين، وأيضا تسميم معارض آخر بريطاني، وهي كلها عمليات ينظر إليها في أوروبا بأنها تجاوزات بل تحدي للأوروبيين. هناك نقطة خلاف أخرى هي محاولة المتواصلة للروس في التأثير في دول شرق أوروبا، وأيضا تهديد أمنها، أولا عبر دعم الكثير من الساسة الموالين لروسيا، أو محاولة قمعهم واعتبار أن كل من ينتقد روسيا أو يقترب من الاتحاد الأوروبي هو بالضرورة يهدد المصالح الروسية. فيما يخص نورد ستريم 2، هناك خلافات وانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي. في الوقت الذي تطالب فيه فرنسا كالولايات المتحدة الأمريكية بوقف هذا المشروع، إلا أن ألمانيا ليست متحمسة له وتريد بذلك أن تفرق بين الجانب السياسي والجانب الاقتصادي. أولا، غالبية الشركات المساهمة في هذا المشروع هي شركات خاصة وليست حكومية، والمشروع شرف إلى الانتهاء، والغاز ليس ملكا وحكرا لبوتين، بل هي ثروات طبيعية يمكن لكل الناس في العالم الذين يدفعون ثمنها الاستفادة منها. طبعا برلين تقول بأن الحصول على الغاز الروسي لا يعني السكوت أمام التجاوزات، لهذا أيضا ألمانيا من بين الدول التي تقول بأن عقوبات جديدة على روسيا في حال تمادت ستكون أمرا واقعا قريبا.
هنا نتحدث عن جانب آخر، أليس من حق روسيا أن تقول للغرب ليس من حقكم التدخل في الشؤون الداخلية، خاصة بعد العديد من التصريحات الأوروبية وآخرها ما يتعلق بنافلني، أليس من حق روسيا أن تعترض على هذه التدخلات؟ من حق كل دولة أن تعترض على تدخل دولة أخرى في شؤونها الداخلية، لكن عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان أو المعارضة هي أمور ليست داخلية، هي قيم إنسانية مشتركة، وبالتالي فانتقاد قمع المعارضة في روسيا أو في غيرها من الدول هي مسؤولية إنسانية، خصوصا مسؤولية الدول الديمقراطية الغربية، وأيضا ربما سيكون ذلك التدخل غير ليس في محله إذا لم يكن مبررا 100%، لكن عندما يتعلق الأمر بمعارض يتعرض لتسميم ومحاولة التصفية، وعندما يعود إلى بلده يزج به في السجن، وهناك حملات اعتقالات، وهناك دعم روسي لليمين المتطرف الشعبوي في أوروبا ومساعدته للفوز بالانتخابات، وأيضا التدخل في الكثير من الدول كليبيا وسوريا واليمن سواء بشكل مباشر أو عبر شركة فاغنر، هي أيضا تجاوزات كثيرة لروسيا في الداخل الروسي وفي الخارج الروسي، والتبرير ذلك بأن الأوروبيين ليس من حقهم انتقاد الشأن الداخلي الروسي، هذا مبرر لا ينبني على حقائق وأدلة دامغة. أخيرا، وبما أننا في مرحلة ما بعد التنصيب للرئيس الأمريكي والمواضيع كلها ترتبط بشكل أو بآخر بأمريكا، هل لوصول بايدن إلى السلطة علاقة بإعادة توتر مجددا بين روسيا والاتحاد الأوروبي أم أن الموضوع مختلف؟ أيضا بشكل غير مباشر نعم، ترامب موقفه إزاء روسيا كان يتدبدب تارة بين الدعم والانتقاد، كانت علاقته بروسيا غامضة كثيرا، وبايدن كان واضحا وصريحا من البداية بعيد تعيينه رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على روسيا، والأوروبيون يعرفون بأن واشنطن حليف قوي ليس فقط إزاء التهديدات الروسية، ولكن أيضا في الكثير من المسائل الأمنية، لأن هنالك قواعد عسكرية كثيرة أمريكية على الأراضي الأوروبية، وبدورهم يجب أن يبعثوا برسالة طمأنة إلى بايدن بأنه في الصف الأمريكي في مواجهة الروسي، وبالنسبة لهم فإن واشنطن حليف استراتيجي ضد روسيا. في المقابل يريد الأوروبيون إيصال رسالة لبايدن بأن المصالح الاقتصادية الأوروبية لا يمكن أن تخضع لإملاءات واشنطن، هذه هي الرسالة التي ربما يحاول الأوروبيون منذ بداية ولاية بايدن إيصالها له، من جهة نحن معكم ومن جهة أخرى ولكن بالشكل والطريقة التي تلائمنا. الخبير بشؤون الأوروبية والألمانية بدوتش فيلا الألمانية الدكتور عبد الرحمن عمار، شكرا جزيلا لك. العفو. مشاهدينا الكرام، نهاية فقرتنا من قضايا دولية التي أتتكم بشراكة مع دوتش فيلا الألمانية، نفس الفقرة بموضوع مختلف الأسبوع القادم بإذن الله. الآن نتوقف وإياكم مع جملة من الأخبار القصيرة. من أجل قيم الإنسان وأعلاها في هذه الحياة هي الصحة التي تعتبر رأس المال الأول للإنسان ودافع حياته، وفيما تظل الأورام السرطانية كشبح يبعثر اتزان عافيته تتمدد لتزداد خطورة وانتشارا، وعليه نظم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الملتقى الثاني لطب الأورام 2021. في إطار فعاليات الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان تم عقد هذا اللقاء العلمي الذي سيؤدي إلى إثراء العملية العلمية في مجال التوعية بمكافحة السرطان، وكذلك تم فيه تكريم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مكافحة السرطان. هذا اللقاء في هذا الإطار تهدف إلى جمع جهود الناشطين الرسميين وغير الرسميين، الحكوميين وغير الحكوميين، في أنشطة موحدة تحقق
أهدافنا في التغلب على المشاكل التي تعترضنا في حملة أو في التزامنا بمواجهة السرطان، سواء من حيث التوعية أو من حيث رفع قدرات المراكز المعنية بعلاج السرطان، سواء تجهيزات توفيرها أو توفير الكوادر البشرية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع هذه المشكلة، أو في وضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة هذه المشكلة الصحية. 40 في 40، هذا كان شعار الحملة الخليجية للتوعية، بمعنى نسبة الوقاية من أمراض السرطان هي 40%، فيما نسبة الشفاء تتمثل أيضا ب40%. هذا اللقاء هو لمناقشة المشاكل والأنشطة اليومية لمراكز الأورام وتفاعلها وخططها. يناقش الحاضرون اليوم حوالي 13 ورقة علمية تشمل التشخيص والعلاج والخطة الاستراتيجية لمكافحة السرطان. الحضور الجيد لوزارة الصحة ودعمها المباشر لخطة البرنامج الوطني لمكافحة السرطان للفترة 21-25 يبشر بأمل للفترة القادمة ولتحقيق تطور فعلي يخدم المرضى في كل محافظات الجمهورية. تحتاج المؤسسات والجمعيات في مختلف المحافظات إلى دعم المراكز والمرضى، سواء من ناحية توفير المستلزمات الطبية أو العلاج أو الأجهزة. هذه الفعالية تشمل جميع الأطباء والقيادات المراكز الأورام السرطانية في الجمهورية اليمنية، من حضرموت، من شبوة، من عدن، من تعز. هذه الفعالية سيكون لها أثر كبير، هناك لقاءات وتبادل خبرات وتجارب، من خلالها نستطيع أن نتبادل هذه التجارب والخبرات في هذا الملتقى. أيضا من خلال هذا الملتقى نريد أن نوصل رسالتنا للعالم حول معاناة مرضى السرطان واحتياجاتهم الكبيرة التي تحتاج إلى لفتة إنسانية لتجهيزات مراكز الأورام السرطانية بالتجهيزات التشخيصية سواء أو العلاجية، نظرا للحاجة الماسة لمرضى السرطان والمعاناة الكبيرة. اليوم حالات مرضى السرطان تزداد يوما بعد يوم، وهم بحاجة ماسة إلى تخفيف معاناتهم. تظل الأورام السرطانية كابوساً يهدد الإنسان وشبحاً مخيفاً في قائمة الأمراض التي تهدد المواطن اليمني، خاصة في ظل النقص الخدماتي والطبي الذي يفاقم من مأساة المرضى، وعليه يرجى الاهتمام والخروج بتوصيات من شأنها الخروج بآليات تنفيذية تقلل من نسبة الإصابة وترفع مستوى الوقاية من المرض. من منا يستطيع أن ينسى نغمات هذا العود الطرب وهذا الصوت الممتع في بحبوحة الأغنية اليمنية واللحجية بخاصة؟ نعم، الراحل فيصل علوي في مسامع الذكرى لا يرحل ولا ينسى. إنها الذكرى 11 لرحيل الفنان فيصل علوي الذي أثرى الساحة الفنية بصوته الجلل وبأغانيه الرائعة التي استمتعنا بطريقته التي كانت مميزة دائما وحاضرة. يا غايب وزاد الفراق، أنا للقى باشتياق، فرحني الهوى هيبيب وقايب فراق، يفرحني الهوى. اليوم لدينا فعالية الذكرى 11 لرحيل الفنان الكبير فيصل علوي. فيصل علوي اقترن اسمه بالأغنية اللحجية وبالشاعر والملح الكبير الغمندان، وفيصل علوي اشتهر بغناء الفن اللحجي وتلحينه، هو لحن أغاني كثير وأغنى الأغاني اللحجية يعني بالشعراء وملحنين كثير، وارتبط اسمه باسم اللحج وباليمن عموما، يعني غنى كثير من الأعمال الصنعاني والحضرمي وكثير واليافعي وكثير من الأنماط. بعوده الرنان دندن متع وأمتع سطر الفرح بحضوره وبهجته، كان دوما متميزا بأسلوبه وبملابسه بدقة العود وبأغاني. لا
الفنان فيصل علوي كان هو بمثابة البوتقة التي ذابت فيها كل الألحان والنغمات الموسيقية اللحجية السابقة، والذي أعاد لها الروح وأعاد تشكيلها وبث فيها الحياة ليوصلها إلى جمهوره العريض في الأغنية، قصدي في الجزيرة والخليج والبلد وفي الداخل. يعني أبرز ما أتصوره في أن يكون له هو العناية بما خلفه يعني من آثار، والعناية بما قدمه من الألحان، وهذه يعني أقل شيء ممكن يقدم لذكرى هذا الرجل. وأنا أنتهز الفرصة هذه في مناسبة احتفاءنا بذكرى فيصل علوي، ونحن نحتفي بذكراه لا نحتفي برحيله عادة، نحن نحتفي بالذكرى، ذكرى رجل كان مخلصا في أدائه لهذه الأعمال الفنية. نموت فنرحل وتصبح الذكرى يتيمة بعدنا، لكن يموت الفنان فيحيا فنه، خاصة إذا كان الفرح هو سمة فنه. وفيصل علوي لم يرحل، وإنما استوطن قلوب محبيه ومعجبيه بفنه الذي لطالما لم تنساه أبدا أجيالا قادمة تبحث عن أصالة الفن. هذه الثلوج في بني مطر في جبل النبي شعيب. في 14 من أكتوبر من العام 63 900,000 للميلاد، أي حوالي قبل نصف قرن، غطت الثلوج مساحات واسعة لمناطق مختلفة في اليمن، لتتكرر تلك الظاهرة مؤخرا في عدة مناطق يمنية. فقد تداولت الصور والفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي تساقط الثلوج في منطقة مجز محافظة صعدة وغيرها من المناطق اليمنية، لتكسو الثلوج بعد ذلك ببياضها قمة جبل النبي شعيب بأجوائها الباردة التي لم يعتد عليها اليمنيون من قبل. ما شاء الله ما شاء الله. وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا وفيديوهات اليمنيين فرحين بتساقط الثلوج في جبل النبي شعيب، كونها من المظاهر غير المتعارف عليها. فهل يمكن أن تتغير أجواء اليمن في السنوات القادمة وتصبح الثلوج أمرا معتادا عليه؟ يتداول اليمنيون في مجموعة واتساب رابط رسالة كاذبة تزعم فوز المستخدم بهاتف جديد، محذر الباحث الأمني في شركة ستلوكاس ستيفانكو من فيروس خطير انتشر عبر وسائل تطبيق واتساب حصرا على هواتف بنظام تشغيل اندرويد، ويمكن أن يهاجم الفيروس الهاتف الذكي بعد الضغط على الرابط. في الرياضة، قدم فريق أهلي صنعاء واتحاد مباراة ممتعة ومثيرة للغاية في ثالث جولات المنطقة الشتوي الرابع الذي ينظمه نادي وحدة صنعاء. المباراة شهدت تنافسا مثيرا بين الفريقين داخل أرضية الملعب وخرج بالتعادل الإيجابي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية صدى الأسبوع، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.